للمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة فاطمة عوض، مسؤول تجارب العملاء في شركة مطار البحرين. إذا نرحب بك في نشرة أخبار الثالثة ونبارك لكم هذا الإنجاز. ماذا يمثل لكم الحصول على هذه الاعتمادية الدولية؟ بداية أحب أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لمملكة البحرين قيادة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة. وبالنسبة لهذا الإنجاز طبعا يعتبر تحقيق مثل هذا الإنجاز فخر لمملكتنا وكذلك لمطار البحرين الدولي كونه الواجهة الرئيسية لمملكتنا. نعم. وطبعا هذا الإنجاز يمثل سعي متواصل وجهود مبذولة سعينا فيها عشان نحقق أعلى مستوى خدمات مقدمة لجميع المسافرين من مختلف الفئات ليتناسب مع المعايير الدولية. نعم سيدة فاطمة، حدثينا عن الجهود والمبادرات التي تم تفعيلها وبالتالي أدت لحصول مطار البحرين الدولي على شهادة الاعتماد الدولية والمتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. في مطار البحرين الدولي تم الحرص على وضع استراتيجيات وسياسات تتضمن توفير الأمان والشمولية وسهولة الحركة ليحصل جميع مسافرينا على تجربة سفر سلسة ومريحة. ومن آخر المبادرات التي تم إطلاقها هي خدمة زهرة عباد الشمس، وهي مخصصة لذوي الإعاقة الغير مرئية بحيث أن نسهل حق جميع مسافرينا رحلتهم أثناء استخدامهم مطار البحرين الدولي. نعم السيدة فاطمة عوض، مسؤول تجارب العملاء في شركة مطار البحرين، شكرا جزيلا لك.